مشكلة الدخل من المشاكل القديمة الجديدة التي يعاني منها المواطنون في كافة محافظات المملكة، حيث أن الغالبية العظمى من المواطنين يشتكون من قلة دخولهم وغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية. أنا متقاعد عسكري، راتبي 335 دينار، يعني هذا الراتب لا يكفي 8 أشخاص للعائلة لهم، ولا يكفي على أي شيء، طلاب ومدارس وحياة شاقة، يعني خاصة الآن في الشتوية بدنا كاز، بدنا نجيب غاز، مواد كثيرة صعبة شوية، وهذا الأمر أجبر الأسر والعائلات على أنه المرأة تطلع وتشتغل وتجيب حتى تساعد زوجها في هذا المجال. دخل أول شيء أعتقد أنه غير كافي مقارنة مع ظروف الحياة، يعني الآن هو الدخل موازاة مع الحياة الاقتصادية الصعبة والغلاء الموجود الآن هو غير متوازي أو غير كافي، حتى أنه في منظمات عالمية قررت أنه خط الفقر بالأردن هو 1000 دينار تقريبا أو 800 دينار، وإحنا بنعرف أنه كل الموظفين في الأردن ما بتقاضوا رواتب أكثر من 500 دينار أو 400 دينار، وبالتالي هم تحت خط الفقر. تدني الرواتب وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والكثير الكثير من الأسباب الأخرى التي دعت المواطنين للعمل والبعد عن عائلاتهم، وأخذ هذا العمل الكثير من راحة المواطن، وأدت هذه الظروف إلى اضطرار عمل المرأة لمساعدة زوجها والوقوف بجانبه في الكثير من مستلزمات الحياة. بالنسبة لنسبة الدخل، أنا أتكلم الآن بصفتي موظف متقاعد، والسبب الثاني كمان أنا تاجر موجود في السوق واحتكاكي مباشر مع المواطنين، وبشاهد المعاناة اللي بيعاني منها المواطن وخصوصا الموظفين أو المتقاعدين، لأنه فعلا الرواتب متدنية جدا مع ارتفاع الأسعار الموجود، ومتطلبات العصر الآن الحديث تختلف عن أول، ف300 دينار أو 350 دينار هي دون حد الفقر، يعني لا تكفي لقوت يومه اليومي. تنوعت أساليب البحث عن العمل وتنوعت الوظائف والأعمال التي يقوم بها المواطنون على حساب صحتهم وراحتهم وعائلاتهم، على أمل أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية ويحصل المواطن على حقه في العيش الكريم. عمار التيمة لبرنامج من نوفينا.